مركزي الساحل الغربي. الحقيقة أنا سعيد جدا وبشكر أصحاب الدعوة، منتدى تغريد فياض الثقافي والفني، وبشكر أخي وصديقي الأستاذ أحمد طايل الأديب الكبير. والحقيقة أنا سعيد إن أنا في وسطكم النهاردة وقصر السينما في هذا المكان الرائع والتابع لوزارة الثقافة. والحقيقة يعني اللي ادى الموضوع يعني بهاء أكثر يعني أن يتم هذا التحالف بين والتعاون المشترك بين مؤسسات وزارة الثقافة والمنتديات الثقافية والصالونات، وده شيء جميل جدا. كلنا بنكمل بعض والهدف واحد، هو أن القوى الناعمة تتصدر المشهد، يعني القوى الناعمة بكل فئاتها من سينما لأدب لثقافة لمسرح لكل ألوان قوتنا الناعمة، إنها هي الحقيقة مصر تقدمت كتير جدا في القوة العسكرية والقوة الخشنة. محتاجين كمان مصر توازي هذه القوة، القوة الناعمة في قوتها، محتاجين إن احنا نقوي هذه القوة الناعمة لتواكب يعني ما يحدث وتساند هذه القوة التي تحمي البلد. فاحنا محتاجين. بما انك ذكرت حضرتك، انا بدي وجه الشكر مره تاني للاستاذ الفنان تامر عبد المنعم مدير قصر السينما. انا بشكره، دي رابع مره نعمل عندهم، هم متبنيين وحقيقي كمان مكتبه القاهره الكبرى، يعني تحيه كبيره لها ياسر عثمان، طبعا للمدير استاذ ياسر عثمان متبني الثقافه. والحقيقه عشان الشيء يذكر برضو الجمعية الأفريقية كمان تحية كبيرة لها، لأنه هم متبنيين أنه نعمل عندهم، وسينما الحضارة في الأوبرا، يعني حقيقي هم استضافونا أكثر من مرة، فيعني أنا بشكرهم وبشكر وزارة الثقافة. تحية كبيرة لوزارة الثقافة ولوزيرات الثقافة السابقة. بديع بيكتب لها، بخش في الشعر بقى، بديع بيكتب لها تطلع دراوشها، بديع بيكتب لها تطلع دراوشها، سيد يلحن لها في الفن دروشها، بيرم بيوصف لها أحوال وبتعيشها، شوقي بيبدع لها حافظ يناقشها، جهين بيرسم لها صورة بتروشها، سومة تزقزق لها وبصوتها تنعشها، سومة تزقزق لها وبصوتها تنعشها، حليم يغني لها لشعبها وجيشها، حليم يغني لها لشعبها وجيشها، مختار بينحت لها منحوتة تدهشها، محفوظ يا حرفش لها تطلع حرامشها، محفوظ يا حرفش لها تطلع حرافشها، سرور يمسرح لها وبألمه يناغشها، ورموز كتير للمجد كانوا جناح رشها. الحرف